هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين بخير مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زلها. بطبع في مقطع اليوم راح نحيي سلسلة عتيقة في القناة، سلسلة إيش راح يصير لو. واليوم عندنا مجموعة من الاحتمالات الرهيبة والمثيرة للاهتمام. لو مستعدين لا تنسون زر اللايك واربطوا الأحزمة وخلونا نبدأ في المهمة اللي تروح فيها انت والبنات الى الفالنتاين في الفندق. من الممكن انك تسمع واحد يطلع اصوات غريبة. في حال خشيت عليه راح تحصل واحد الله يكرمكم جاي ومغص ابن الذين وقاعد يشوف له حل هنا. طبعا بعد ما تطلع من الغرفة يصبح لا يمكنك الدخول من جديد، لكن لو استعملت المودات ودخلت عليه راح تحصله نعم على نفس وضعه يحارب المغص وهجماته. هنا ايش راح يصير لو فجرت راسه؟ يب، زي ما شفتوا للأسف راح تفشل المهمة. بعد ما تخلص المهمة يصبح كل مرة تجي فيها للفالنتاين وللفندق راح تسمعه يطلع الأصوات نفسها، بل إنه بعض الأصوات غريبة جدا. طبعا المفاجأة يا اخوان انه لما تخش عليها الغرفة في الفري روم وليس داخل المهمة راح يكون شخص مختلف كليا عن اللي شفناه في المهمة. وش هذا يا اخوان؟ هل الغرفة هذه يعني تصيب كل من سكنها بالمغص ولا ايش؟ وبعدين بعيدا عن كل شيء شفناه يا اخوان، ايش التصميم الخايس هذا اللي حمام وسط غرفة؟ ممكن تبرروا لي ايش الخياس هذا يا روكستار جيمز؟ ولا خلونا نقول يا ادارة فندق الفالنتاين. وانت تتمشى في عالم Red Dead Redemption 2 من الممكن انك تحصل امرأة انحشرت رجلها تحت الحصان. Well, this don't look good for you. Ugh. Please, just help me, mister. What happened? My horse collapsed. I don't know why. It's my friend's. Well, aren't you going to help? طبعا انت مخير تساعدها او لا، واتوقع كلنا ساعدناها، لكن ما قد سألت نفسك ايش راح يصير لو ما ساعدتها؟ تعالوا نشوف. Like I don't need a man's help after all. في احد المهمات اللي مع سيدي ادلر يكون تحتكم اعداء وعليكم انكم تقتلوهم تجسسا، لكن ايش راح يصير لو نطيت فوقهم؟ يب، انصدمت زيكم، حرفيا ما صار ولا شيء زي ما شفتوا، لا انكشفنا ولا هم يحزنون، رغم اننا حرفيا طحنا فوقهم وجنبهم لكن ما حسوا بينا ابدا واطلاقا. ايش رايكم يا اخوان في النقطة هذه؟ تشوفونها عادية وانا اوفر ولا انه غلط على روكستار جيمز وليست عادية؟ لكن يا اخوان احقاقا للحق، لو طحت قدامهم او فوقهم راح يكشفونك.
ما قد سألت نفسك إيش راح يصير لو تم القبض عليك في الشابتر الأول وبداية اللعبة؟ تعالوا نشوف. What took you boys so long? Come on, let's get the hell out of here fast. حدثني عن المرجلة والتضحية، أقول لك جون مورستي. رغم أنه مكسر ومقطع والذيابة فحطوا في وجهه، إلا أنه لما جاه العلم أنه آرثر مورغان في السجن، تحامل على نفسه وجاء وطلعه من السجن. عن أي مرجلة نتكلم يا جون مورستي؟ زي ما تعرفون لاحقا من قصة Red Dead Redemption 2، للأسف آرثر مورغان يصاب بالسل، والدكتور اللي في السان دينيس هو اللي كشف عليه وشخصه بالمرض. ما قد سألت نفسك إيش راح يصير لو رجعت للدكتور بعد ما شخصك بالسل؟ تعالوا نشوف بعض الحوارات اللي تصير. Oh hello, I was hoping you'd be in a sanatorium somewhere out west by now. Well, I got people who need me here. Okay. Well, don't leave it too long, please. So, what can I get for you? Well, hey there, friend. How are you? Are you staying here in the city? Nah, just passing through. I'm staying up in Roanoke Ridge. Well, the air's a little dry up there, at least. Oh, yeah. It's idyllic. So, what can I do for you today? Ah, hello again. How are you holding up? So-so. You're always here alone. Do you have anyone to look after you? Some, I guess. Mostly people coming after me. Oh, dear. Well, what can I get for you? Well, hello again. You don't look so good. Are you getting enough rest? Rest? Not much chance of that. You really must. So, how can I help you? Shop perhaps. Oh, hello. You're still here. Still alive, you mean? No. I mean in Saint Denis. Yeah. I'm just passing through. Are you here for another shot or something else? في إيغوارما، أول مهمة في الفري روم، لابد أنك تقابل داتش عشان تبدأ وتخشون الكهف وتحررون خفير وما تبقى من شابتر إيغوارما. لكن هل جاتكم خواطر أنكم مثلا تخشون الكهف قبل داتش؟ لا، تعالوا نشوف. ياب، روكستار جيمز بنفسها راح تطلق عليك بالسنايبر طلقة واحدة في راسك تفجر لك اياه، حرفيا تفرمتت خلايا المخ بالكامل. الطلقة كذا تحسها يا اخوان شخصنا، كأنه روكستار جيمز تقول يا دلخ يا ابن الذين ليش تخش قبل المهمة. زي ما تعرفون بعد نهاية قصة Red Dead Redemption 2، بيرسن الطباخ يصير بائع في محل روز للتموينات، وسوينا معاه في السابق ايش راح يصير لو كثيرة، ايش راح يصير لو قتلته، لو سرقته، لو ربطته وغيرها الكثير. لكن ايش راح يصير لو جبت له جثة مايكا بيل؟ تعالوا نشوف. Hey! Get that stiff out of here now. Ain't no concern of yours. Damn it, don't push me. I'll toss you out. I've had it up to here. Get out. You hear me? I said out, you dumb oaf. I'm ignoring you, John. What a glorious day. Yeah, I can stand some more of this. I said get out, goddammit. You don't get out, I'll have the law make you. سؤال يا اخوان، هل تتوقعون
بيرسن عارف ان هذه جثة مايكا ولا قاعد يقول الكلام الاوتوماتيكي اللي يقوله لو جبت له جثة؟ اكتبوا لنا رايكم في خانة التعليقات. وتقريبا يا اخوان هذا هو مقطع اليوم، وفي شفنا ايش راح يصير لو ولدينا كانت مجموعة منها. شاركونا رايكم في خانة التعليقات من بين اللي ذكرناها كلها، ايش اكثر واحدة عجبتكم وكانت جديدة عليكم؟ تقبل صلنا معاكم نهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. سلام عليكم. Ah.